السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نشتغل نعمل ستارة بسيطة جدا بالشريط بتاع الستارة. هوريكم بدائيات أو أساسيات إن احنا نعمل ستارة عادية جدا للبيت. بس قبل ما أبدأ أشتغل في الستارة العادية، كنت عايزة أقول لكم على مقاسات الستار. لو احنا حبينا نعمل ستارة للبلكونة، انا كنت قبل كده في فيديو قبل كده عملت ستارة للبلكونة، بس ما كنتش قلت على المقاسات الصحيحة بتاعتها. لما احنا نحب نعمل ستارة، احنا عندنا في مصر هنا خصوصا الناس اللي في الاحياء الشعبية بتبقى البيوت جنب بعضيها كده، وممكن تبقى بيوت بلكونة مكشوفة للجار كده، فاحنا بنحب في نعمل ستارة خارجية للبلكونة. الستارة دي أغلبنا بيبقى مش عارف، يعني بتيجي واحدة تقول لي أنا مش عارفة أجيب كم متر للبلكونة، أو أعمل البلكونة كم متر أو كده، وفي بتبقى مش عارفة تعملها أصلا. لو أنت عايزة تعمليها أقول لك هتتعمل إزاي، وهتاخدي لها قماش قد إيه، وتحسبيها إزاي. لو أنا عندي مثلا البلكونة 3 متر مثلا، القماش بتاع الستاير بتاع البلكونات الخارجي اللي هو بيبقى مقلم بلاك، قماشة تخينة شوية كده عشان تستحمل الشمس وكده، القماشات دي كلها بيبقى عرضها أغلبها 140 145، في الحدود دي. طيب أنا أحسب إزاي بقى البلكونة؟ أنا عندي يعني القماش عرضه 1.40 متر زي ما بنقول. لو انا عندي مثلا البلكونه، انا بمسك المزوره واقيس البلكونه، البلكونه 2.5 متر، البلكونه 3 متر، البلكونه 4 متر، على حسب بقى طول البلكونه. وبيبقى عندي جزء بالجنب، في بلكونات ما بيبقاش فيها جزء بالجنب، لكن احيانا بيبقى عندي جزء بالجنب ممكن يبقى متر، متر وربع، مترين، على حسب عرض البلكونه. طيب لو انا عايزه احسب البلكونه بقى، اولا احنا بناخد الطول بتاع الستاره اللي بيبقى نازل، يعني الطول بتاع الستاره اللي نازل كده، الطول اللي نازل للستارة كده، يعني احنا بنحط الماسورة من هنا مثلا كده، والطول اللي بيبقى نازل بيبقى تقريبا 2.5 متر، اغلب الستاير بيبقى 2.5 متر. طيب بالنسبة للعرض بقى، لو العرض 3 متر، انا عندي القماش 1.40 متر، لو انا عندي البلكونة عرضها 3 متر بجيب 3 اعرض، يعني عرض 2.5 متر في العرض القماش اللي هو 1.40 متر، انا ببقى عايزه كشكشها، لما هكشكشها المتر مثلا هحتاج له 1.5 متر، المتر هحتاج له 1.5 متر، يبقى انا هحتاج عرض قماش، عرض القماش يبقى لما تكون البلكونه 3 متر هحتاج لها 3 اعرض، كل عرض 1.40 متر يدوب على ما يتكشكش بيدي متر، ومتر واربعين على ما يتكشكش يدي متر، يبقى 7.5 متر. طيب لو انا عندي بالجنب بقى متر بجيب له برضو عرض كمان، يبقى 4 اعرض، يبقى انا بجيب 10 متر. خلاص طبعا احنا بنزود على حسب ما كل ما بتزيد البلكونة او بتقل، احنا بنحسبها بالطريقة دي كده. لو انا عندي الجنب متر بجيب له عرض كامل، وفي 2.5 متر في طول الستارة 2.5 متر، وبحسب بقى على الاساس ده. لو الستارة مترين بجيب عرضين، يبقى عرض 2.5 متر وعرض 2.5 متر، يبقى 5 متر، وبجيب عرض بالجنب يبقى بجيب 7.5 متر. هي بتتحسب بالطريقة دي كده. لو انا عايزة اعمل لها بقى فستونة، على فكرة انا عايزة اقول لكم ان الفيديو هو تقريبا فيديوهين تقريبا او 3 بتوع الستارة بتاعت البلكونة، انا هحطهم لكم في صندوق الوصف. الكلام اللي انا بقوله ده اتفرجوا، بعد ما تشوفوا الكلام اللي انا بقوله ده اتفرجوا على الستارة، هتلاقوا الكلام اللي انا بقوله لكم ده هتطبقوه في الستارة. انا كنت عاملاها ستاره ببرقع فستونات. انتوا لما تحبوا تعملوا برقع فستونات بتجيبوا لكل عرض احنا هنعمله، يعني احنا لو عملنا مثلا 4 اعرض في 2.5 متر بناخد 10 متر. طيب لو احنا عايزين نعمل لها الفستونه دي بنزود كمان 2 متر، عشان كل فستونه بتاخد 0.5 متر بعرض القماش، يبقى هيدينا 2 متر الاجمالي، 2 متر. يبقى في الحاله دي لو احنا عايزين نعمل فستونات مثلا بنجيب 12 متر. خلاص يعني امسكوا ورقه وقلم كده
اللي حابة يعني أو عندها بلكونة وعايزة تعمل لها ستارة ولا حاجة، تمسك ورقة وقلم وتكتب المقاسات دي وتقيس البلكونة بتاعتها بالمنظورة وتعمل الكلام ده. طيب في ناس تانية بتقولك لا أنا عايزة الستارة تبقى طويلة عشان أرميها على الحبال، ما تبقاش جوه البلكونة مضايقاني جوه البلكونة، لا أنا عايزة أرميها على الحبال كده. طيب في الحالة دي كده بنزود كمان نص متر، يعني بنجيب الستارة بدل ما هي عرضها 2.5 متر يبقى 3 متر، يبقى أنا لو هجيب 4 أعرض يبقى بدل ما هجيب 10 متر هجيب 12 متر. ولو عايزة أعمل لها برقع ولا حاجة، إذا كان كرانيش أو إذا كان فستونات، بنزود 2 متر. تمام. طبعا إحنا بناخد بنقيس البدائيات بتاعة المقاسات دي، بنقيسها وبناء عليها بنحدد إحنا عايزين كم متر بالظبط. خلاص. وبالنسبة لتركيب الشريط بقى، بالنسبة لعمل الستارة نفسها، أنا حطلكوا لكم الستارة اللي هي معمولة في صندوق الوصف، وتشوفوا اللي هي معمولة إزاي وتنفذوها، هي بسيطة جدا وسهلة جدا ما فيهاش أي حاجة. ده بالنسبة للستارة بتاعة البلكونة الخارجية. بالنسبة لأساسيات الستارة العادية أنا هوجهها لكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، استنوني الفيديو الجاي إن شاء الله أقول لكم أساسيات أخذ مقاسات الستارة العادية. سلام عليكم.